الحديث أكثر حول تعامل الحكومة في العراق مع المعتقلين في السجون الحكومية والميليشياوية في ظل تفشي فيروس كورونا والبيانات التي أصدرتها الجهات المحلية والدولية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام في العراق. ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، وعبر الهاتف من فيينا أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أهلا بكم ضيفي الأعزاء، والبداية معك دكتور عبد الحميد. أصدرتم بيانا تطالبون فيه بضرورة إطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام في العراق، ما المخاوف التي دفعتكم للمطالبة بهذا الطلب في هذا التوقيت بالذات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. يعني بات معروفا أن خطر هذا الفيروس اليوم يهدد البشرية جمعاء، وخطورته تتركز بدرجة أساسية على المجتمعات التي ذات اختلاط كبير. والسجون العراقية اليوم هي حالة مأساوية قبل هذا الفيروس، فما بالك حينما يأتي مثل هذا الفيروس؟ لا سمح الله إذا انتقل إلى هذه السجون فإنه بالتأكيد سيسبب كارثة كبيرة ومقتلة عظيمة بحق هؤلاء السجناء. هذه ناحية، يعني الناحية الأولى ناحية المخالطة، ونحن نعلم أن التقارير الرسمية وغير الرسمية تؤكد على أن السجون العراقية المعتقلات الرسمية وغير الرسمية منها هي مكتظة جدا بالنزلاء من المسجونين، سواء من الأبرياء أو من المحكومين بتهم سياسية أو جنائية وغير ذلك. هذا الأمر. الأمر الآخر وهو قضية الرعاية الصحية، فهذا الفيروس تهديده ومخاطره للأناس أو للناس الذين يكون عندهم ضعف في قضية المناعة، ونحن نعلم أن هؤلاء السجناء منذ سنين طويلة، بعضهم يعني سنوات طويلة جدا في هذه السجون بسبب الإهمال الصحي، فإنهم مناعتهم الصحية ضعيفة جدا. لذا فإننا نعتقد أنه لا سمح الله إن لم يكن هنالك تدخل حقيقي فهذا سيسبب كارثة حقيقية في هؤلاء. نعم، ابقى معي دكتور عبد الحميد، سعود إليك ريثما أنتقل إلى ضيفي من النمسا عبر الهاتف. معنا أمين عام المنظمة العربية الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، أصدرتم في المنظمة العربية بيانا في نفس السياق أيضا، كيف رصدتم أوضاع المعتقلين في العراق؟ ما دفعكم لإصدار هذا البيان؟ بالبداية تحياتي للجميع. ما دفعنا لإصدار هذا البيان، نحن نعلم أن السجون العراقية مثل ما ذكر الأخ المتحدث أنه السجون العراقية مكتظة في الناس المعتقلين، وهذا الاكتظاظ في الناس المعتقلين إذا دخل فيروس إلى هذه المنطقة سيعديهم كلهم، لأنه لا توجد رعاية صحية ولا توجد أمان في هذه المناطق. المعتقلين الموجودين حاليا من السياسيين العراقيين صار لهم سنين موجودين، هم لا يتلقون العلاج البسيط بالوقت الحاضر، أو عندهم أمراض مزمنة لا يتلقون هذا العلاج. إذن هي كارثة إنسانية حقيقة، إذا دخل فيروس إلى أي سجن من سجون العراق سيباد أغلبية الموجودين في هذا السجن، بالإضافة إلى سجناء موجودين، ونحن نعلم جيدا في سجناء موجودين سجناء الأحداث الذي لم يتحدث عنهم أحد. سجناء الأحداث لا توجه موجهة لهم تهم كاذبة، موجودة هذه التهم باعترافات ليس لها صحة في أمر الواقع، والحكومة العراقية أو القضاء العراقي يعلم هذا جيدا. يعني هذول الشباب أيضا الموجودين في سجون الأحداث أيضا إذا صيبوا هسه بالمرض بصغر سنة، لكن المناعة الموجودة عنده لا تكفي لحماية جسمه من هذا المرض، وسيتوفون عدد كبير منهم. هذه ابقى معي أستاذ ضياء، متواصلون معكم، لكن بالعودة إليك دكتور عبد الحميد ضيفي عبر سكايب من إسطنبول. يعني هناك اتهامات للحكومة والميليشيات أنها تستغل وباء كورونا للقضاء على المعتقلين عبر مواصلة سجنهم، لا سيما أن غالبيتها الساحقة من مكون معروف. ما مدى دقة هذه الاتهامات؟ كل الإحصائيات والتقارير الموثقة تشير إلى أن غالبية هؤلاء السجناء هم سجناء
سياسيين وبتهم كيدية، لم يتلقوا هؤلاء الإجراءات القانونية الحقيقية. كثير منهم إلى الآن سجناء ولم تتم محاكمتهم إلى الآن، وحتى الذين تمت محاكمتهم وإدانتهم إنما تمت إدانتهم بناء على المخبر، كما يسمى المخبر السري، أو انتزاع الاعترافات منهم نتيجة التعذيب واعتراف مجبرين عليه. فإذا هؤلاء هم بالأساس هم أبرياء، غالبيتهم هم أسباب سياسية وكيدية. وأما قياسا إلى المسجونين بجنايات القضايا الجنائية، فهم يعني السياسيين هم الأغلب الأعم من هؤلاء. فهذه هنا حينما ننظر إلى هذه القضية ونرى تصرفات هؤلاء السجانين، سواء كانت الأسجن الحكومية منها أو الميليشياوية، لأن هنالك عشرات المعتقلات هي السجناء فيها مغيبين تغييبا قسريا، لا يعرف حتى أهلهم عنهم شيئا. طيلة السنوات الماضية الممارسات بحق هؤلاء هو التعذيب والتنكيل بهم والإهمال الصحي المتعمد وانتزاع أو نزع كل حقوق هؤلاء منهم، فهم يعيشون حياة مأساوية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. نعم أستاذ ضياء، عدد ليس بالقليل قضى بسبب الإهمال الطبي في سجون النظام في العراق كما تعلم، مع تأكد عدم اتباع الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي. كيف تبرر الحكومة باعتقادكم وفاة المعتقلين في سجونها بسبب الفيروس؟ حقيقة الحكومة العراقية، لا توجد حكومة عراقية، احنا نتكلم على الحكومة ولا نتكلم على ميليشيات؟ الذي يحكم العراق هم ميليشيات. حضرتك ذكرت قبل انه قبل الافراج عن معتقلين سبعة قتلوا قبل الافراج عنهم بيومين، يعني هذه حكومة دخلت عليهم الميليشيات وقتلتهم. اذا لا يوجد سجن ولا يوجد قضاء ولا توجد حكومه. احنا نناشد المجتمع الدولي بالتدخل المباشر، الامم المتحده لماذا تسكت عن هذه الجرائم التي تحدث في العراق؟ نحن نكتب الرسائل ونحتج على كل الجرائم التي تحدث، وهم يعلمون جيدا بما يحدث في العراق، ليست هم غافلين عن هذا الشيء. الشيء الذي يحدث في العراق حقيقة هي جريمة بحق الإنسانية ضد الشعب العراقي الموجود، لأنه قسم موجودين في المعتقلات في المعتقلات العراق لحد الآن لم يحالوا إلى القضاء، لأن لا توجد عندهم تهمة، ومن سنين ليست من فترة قصيرة. هذه العملية اللي احنا نناشد بها الأمم المتحدة والمجلس الأمن أن يتدخل متدخلا مباشرا لإنقاذ الشعب العراقي، لأنه سيبادون. نعم دكتور عبد الحميد، أنتم في هيئة علماء المسلمين ضربتم أمثلة ببعض الدول التي أطلقت سراح المعتقلين خشية على حياتهم من تفشي فيروس كورونا، مثل من من الدول التي اتخذت تلك المبادرة بحسب ما يتوفر لديكم من معلومات؟ يعني الدول كثيرة في أوروبا، ومنها مثلا في إيطاليا وعديد عديد من الدول، وآخرها مثلا نحن الآن في تركيا. هنالك اليوم قانون يناقش لإطلاق عدد كبير من هؤلاء السجناء، علما أن هنالك فارق كبير جدا. هؤلاء السجناء الذين نتحدث عنهم في هذه الدول هم سجناء حقيقيون، يعني متهمون بتهم جنائية، ومع ذلك تتم بحقهم هذا الإفراج، لأن هنالك حقوق إنسان لهؤلاء. يعني قيمة الإنسان هنا عند هذه الدول هي أقل من قيمة الجناية التي ارتكبها ربما وحكم عليها. أما عندنا في العراق الفرق كبير جدا، فهنا كما قلت قبل قليل وأضاف وذكر الأستاذ ضياء، أنه هؤلاء كثير منهم هم تهم سياسية وبتهم كيدية كما قدمت قبل قليل. إذا الدول اليوم تنظر إلى الإنسان بقيمة إنسانية، أما عندنا في العراق فللأسف الأجهزة الحكومية الميليشياوية والأحزاب المتسلطة لا تنظر إلى الإنسان بأي قيمة، وإنما تتعامل معهم بتعامل طائفي أو تعامل إثني أو غير ذلك للأسف الشديد. أستاذ ضياء، بسؤال أخير إليكم، ما الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الضغط على الحكومة في بغداد من أجل إطلاق سراح المعتقلين في سجونها؟ تفضل.
حقيقة احنا وجهنا لهم رسالة للحكومة العراقية بهذا الخصوص، ووصلت لهم الرسالة بالصيغة الرسمية المتعارف عليها، بالصيغة الدبلوماسية المتعارف عليها، ووصلت هذه الرسالة، ولكن سنوصل هذه الرسالة إلى المجتمع الدولي بصيغة أخرى عن الانتهاكات التي تحدث في السجون العراقية، لأنه هذه السجون ليست سجون يعني حقيقية، وإنما سجون انتقامية لمجموعة لشريحة معينة من الشعب من الشعب العراقي، وموجهة من جهة معينة يا أخي، الذي يتدخل في العراق هي إيران. لهذا السبب الميليشيات لا يمكن أنه الدولة يعني تمشيها ميليشيات. الميليشيات معناتها عصابات بالحرف الواحد، ذول الناس عصابات مجرمين قتلة الأستاذ وموجهين ومكلفين من إيران بإقامة هذه العمليات الإجرامية ضد الشعب العراقي وضد السجناء العراقيين. شكرا جزيلا لك الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت ضيفنا عبر الهاتف من النمسا. في سؤال أخير إليك دكتور عبد الحميد، نقابة المحامين طالبت بإصدار قانون العفو العام عن السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا كما تعلم. أنتم كيف تنظرون لمثل هذه المبادرات، وهل تتوقعون استجابة حكومة بغداد لها؟ في السنوات الماضية نسمع مثل هذه النداءات، وطالبت عدة منظمات محلية ومجتمع دولي أو منظمات دولية عفوا طالبت بمثل هذا العفو، لكنه نحن نرى أن أحزاب السلطة لا يهمها إلا مصالحها، إلا التنازع على المناصب وتقاسمها فيما بينها على حساب مصالح الشعب العراقي. لا يهمهم هؤلاء هل أن يسقط ضحايا من الشعب العراقي سواء كانوا من السجناء وغيرهم. نحن نرى طيلة السنوات الماضية كيف أن الإهمال وصل إلى كل المستويات، وحتى تحديداً في هذه القضية قضية كورونا إلى الآن لا تستطيع هذه الأحزاب أن تتعامل بشكل جدي وحازم، ولا أن تقدم للشعب العراقي ما يستحقه من هذه القضية، قضية أعني بها القضية الصحية والرعاية الصحية. للأسف هذه الأحزاب لا يهمها إلا مصلحتها ومصلحة أصحاب المشروع وهي إيران والاحتلال الأمريكي. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين كنت ضيفنا من اسطنبول عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.